مرحبا بكم معنا مرة أخرى في قناة فؤاديو، معكم فؤاد. اليوم جبت لكم موضوع جديد، هذه المرة كيهم الربح من الإنترنت وكيفاش أنكم تحصلوا على الأموال من الإنترنت فقط، سواء في البيت أو لا في الخارج، أو المهم عبر الحاسوب أو كذلك الهواتف النقالة. إذا كنتو جداد معايا ضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. إذا كنتو من متابعيني كنشكركم بزاف، نبدأ على بركة الله الشرح ديال الموضوع اليوم. موضوع ديال اليوم كيف قلت لكم هو الربح من الانترنت، كيفاش تربحوا الفلوس من الانترنت. اليوم اخترت لكم واحد الموقع اللي هو زاركلامي. هذا الموقع كيدعم العربية، ممكن انه تشوفوا التطبيق ديالو بالعربية. الموقع كيف قلت لكم، اول حاجة كتسجلوا الدخول، تسجلوا الدخول عبر جوجل، وكنفضل كيف كنقول لكم دائما الكونت ديالكم ما يكونش ديال القناة اللي كانت عندكم قناة، ولكن يكون شي كونت اخر. كنسجلوا الدخول ديالنا، ملي كنسجلوا الدخول ديالنا كطلع لنا على هذا الشكل. هذه كطلع لنا الصفحة على هذا الشكل. انا ديجا كنت دخلت لهذا الموقع هذا وربحت منه بعض الأموال، أنا نشاركهم معكم معايا وشوفوها. طريقة سهلة وبسيطة، نعود نسجل الدخول ديالنا. كطلع لكم الصفحة على هذا الشكل. انا الصفحة ديالي هي هذه، كيف كتشوفوا انا حاصل دابا على 2.60 دولار. ما كندخلش لهذا الموقع بزاف، ولكن مرة كتلح لي الفرصة مرة كنبدا نجمع منه. هذا طريقة الربح منه سهلة وبسيطة، كندخلوا لهذه البلاصة هذه، كنضغطوا على كسب، وكنحصلوا على الأموال ديالنا عن طريق المشاهدات واللايكات والاشتراكات في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، انستغرام، فيسبوك، تويتر، تيك توك وما إلى ذلك، كيف كتشوفوا دابا نتوما في الصورة. كيف كتشوفوا كاين يوتيوب، كاين انستغرام، كاين فيسبوك، كاين تيك توك، تويتر، المهم العديد ديال المواقع ديال التواصل الاجتماعي. طريقة سهلة وبسيطة، كنضغطوا على مثلا الاشتراكات في يوتيوب، هنا كيعطونا بأن الأموال المكتسبة مبقاش في هاد في هاد اللحظة هذه اكتملت. نديرو تجربة أخرى، هذه بلاصة الإشعارات، كيوصلكم إشعارات ديال الجديد ديال الأرباح وجديد ديال المواقع الربحية وجديد ديال كسب المال.
نديرو فقط تجربة.